قرية موث، عزلة حجاج، وادي موث، مديرية جبن، محافظة الضالع، حاضرة ملوك بني طاهر. الدولة الطاهرية التي عرفت النظام السياسي باكرا إثر قيامها على أنقاض الدولة الرسولية في القرن الرابع عشر للميلاد على يد مؤسسيها الملك المجاهد علي بن طاهر بن معوضة وأخيه الملك الظافر عامر بن طاهر، وذلك باستيلائهم على مدينة عدن. وقد اتخذ الملكين علي وعامر من بلاد المقرانة عاصمة لدولتهم، ثم توسعت الدولة الطاهرية حتى امتد نفوذها وسلطانها إلى جميع البلدان والمناطق اليمنية في عهد السلطان عامر بن عبد الوهاب. الشواهد والمعالم التاريخية والأثرية لا زالت ماثلة للعيان من كل جانب، كالقصور والحصون الظاهرة على سفوح الجبال المطلة على وادي موث وقرية المقرانة في حجاج ومدينة جبن وبلاد رداع وأماكن كثيرة في اليمن للدولة الطاهرية لا يتسع لذكرها في هذه النبذة التاريخية عنها. توجد الطرق القديمة المرصوفة بالأحجار على شكل مدرجات في تلك الجبال التي كانت تستخدم للسير عليها من قبل الأهالي وتربطها بالقرى الأخرى. والقبور الصخرية والمساجد والبرك والقنوات المائية المنحوتة في الصخر، كما تم أخيراً اكتشاف المومياء في قرية موث في أحد الكهوف المتواجدة في جبالها، وهو ما صرح به نائب مجلس إدارة مركز منارات للدراسات التاريخية في صحيفة 26 سبتمبر الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 24 من نيسان إبريل 2012. ويوجد في وادي موث قبر النبي شيث عليه السلام حسب الروايات من أهالي المنطقة، بالإضافة لوجود مصنع القضاض حيث كان يتم الاستفادة منه في عدة أماكن أيام الدولة الطاهرية، مثل تشييد البرك والسدود والمدارس والمساجد وبناء الطرق وغيرها التي اشتهرت بها الدولة الطاهرية. معالم وشواهد ومناظر للطبيعة الخلابة التي تتميز بها قرية موث. وادي موث، قرية موث حجاج، اشتهرت بزراعة المحاصيل الزراعية المتنوعة التي تمثل زادا وفيرا للأهالي، الأمر الذي يسهم في تموضع الأمن والاستقرار المعيشي لهم، مما زاد الوادي جمالا تدفق السيول إليه من عدة جهات، ووجود العديد من عيون المياه العذبة المتدفقة على امتداد الوادي، مما ساعد في النشاط الزراعي وجعل الوادي يكتسي بالخضرة، فأصبح الزوار يتوافدون إليه من كل أرجاء المنطقة للتنزه بسحر المكان وجمال الطبيعة رغم صعوبة الطريق. وبعد عقود من معاناة أهالي قرية موث حجاج من صعوبة التنقل، وذلك بسبب وعورة الطريق التي تربطهم بقرية المحجر والخضيرية وقرية اللميحية التي كانت سببا في حوادث كثيرة نتج عنها وفاة أحد السكان والعديد من الإصابات، ويواجه السكان صعوبة عندما يقومون بإسعاف أي مريض، وتكون الطريق قد تضررت من الأمطار، فإن المريض يمشي سيرا على الأقدام حتى يصل إلى القرى المجاورة ومن ثم الذهاب إلى المدينة للعلاج. حقيقة قصة معاناة لأهالي قرية موث لا نستطيع إكمال سردها في هذا التقرير، ولكن نعطي فكرة عامة فقط.
ما في كابل من الباصورة. حتى جاءت المبادرة المباركة من قبل بعض الإخوة الذين كانوا هم النواة الحقيقية في فكرة رصف طريق موث حجاج بالأحجار. لقد كانت هذه اللحظة التاريخية التي لن تنسى عندما تم إعلان باب التبرع والمساعدة والمساهمة لطريق موث حجاج على نفقة أبناء حجاج ومديرية جبن بشكل عام وأهل الخير جميعا. وتحقق الحلم الذي طال انتظاره سنوات وبدأ العمل والتف الناس الخيرين حول المشروع الخيري الهام واستجابوا لنداء إخوانهم في قرية موث، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، مرحلة الشق والتوسعة، والتي انتهت بنجاح كبير. والآن المشروع في المرحلة الثانية، مرحلة الرصف والبناء، وقد تم رصف بعض الأماكن من الطريق، وكانت النتائج مبهرة ومشجعة للداعمين للمشروع بنجاح المرحلة الأولى، والبداية المبهرة والمشجعة لما قد تم إنجازه من المرحلة الثانية، مرحلة الرصف والبناء، والشفافية من خلال التقارير اليومية والأسبوعية ومتابعة ما يتم إنجازه من جميع الإخوة الكرام المتبرعين من خلال المجموعة التي تم إنشاؤها من أجل هذا المشروع أو عبر التواصل الاجتماعي بشكل عام. حقيقة أن المشروع سوف يتعثر إذا لم يجد التموين والدعم من الإخوة الذين تبرعوا سابقا أو الإخوة الذين لم يساهموا من قبل. نحن منتظرين منهم الفزعة والوقفة الجادة وأن يمدوا لنا يد العون في المرحلة الثانية، لأن المشروع ما زال محتاج مبالغ كبيرة جدا لكي يتم استكماله ليرى النور على أرض الواقع، لأن المبالغ التي أرسلت في السابق تم إنفاقها في المرحلة الأولى. ونحن على ثقة كاملة فيكم يا أبناء حجاج ومديرية جبن وأهل الخير جميعا في الاستمرار في الدعم والنظر إلى هذا المشروع بنظرة أخوية صادقة، ودعم هذا المشروع الذي سوف يكون معلما تاريخيا وبصمة تاريخية تجسدت فيها معاني الترابط المجتمعي وروح الأخوة والتعاون الأهلي في المنطقة، ويعتبر نقلة نوعية في دعم الاستقرار المجتمعي في المديرية.